انا لازم احسم الموضوع باه او لا. اتفضل. هتجري ورا الفلوس تاني ولا هتحاربي عشان اللي حسيتي بيه؟ أمير انتي شايفة انه أكتر واحد مناسب، وهو الراجل اللي انتي بتدوري عليه من زمان، وسرور غني مليونير. هو صحيح أكبر منك شوية بس مش مهم. يا ترى إيه اللي أنا لازم أعمله؟ إيه الخطوة الحقيقية اللي لازم تعمليها يا سلمى؟ عصفور في الإيد أحسن من عشرة على الشجرة. ده أمير بيحب ماريا. بتفكري في إيه؟ بفكر في اللي أنت قلتهولي. نقول مبروك؟ مبروك. مبروك. الله يبارك فيك.